السلام عليكم مشاهدينا، صحة رمضانكم، صحة فطوركم. اليوم في هذا العدد من المنجل جبنا لكم الممثل أو الفنان والمخرج المسرحي جمال قرمي. خليكم معنا نروح ونشوفوا جمال قرمي إذا يحكم المنجل وإذا يقدر جورج يتغلب عليه ولا لا. ما تزابيوش. أسعد اليوم باستضافة فنانين لهما صعيد لهما صدى على الصعيد الفني والثقافي. سارة بدأت تقدم في النشرة نتاعها، والفنان تاعنا دخل في اللعبة. إذا نبدأ بالضيف الأستاذ أنطوان جورج الصافي. جورج أنطوان الصافي، بي أنطوان وجدي وبي الصافي، اسمي جورج. أهلا بك. إذا عميد الفن اللبناني، أستاذ ومحلل سياسي. محلل سياسي وإعلامي كمان. تشرفت فيكم وشكرا على الاستضافة هذه الحلوة، وأتمنى يكون خفف عليكم شوية. نتشرف بك مرة أخرى. إذا كما معنا الفنان والممثل جمال قرمي، مدير والمدير الفني في المسرح الوطني الجزائري. أهلا بك. مساء الخير، مساء كل المشاهدين. أهلا بك. إذا نبدأ بالنقاش مباشرة. أستاذ جورج أنطوان صافي، لو تحدثنا قليلا عن الفن اللبناني. الفن اللبناني يعني بكل مطرح بيعرف الفن اللبناني، كل شيء بلش من لبنان. المسرح الغنائي بلش من لبنان مع الأخوة الرحباني بموسم العايز. إحنا لبنان يعني بلد ثقافات، بلد الفن، يعني كل حدا هيك لبنان يعرف هالشي. الصبي لما بيطلع من بطنه هيك يطلع عنده بصمة فن هيك. شو بدي أقول لك، في لبنان بيقولوا له سويسرا الشرق. نعم. الفن، أغلب الفن بالوطن العربي وبالعالم نزل من لبنان. توافقوا رأيي يا سيدي؟ أنا دبلي وينتعشي الكلوب. حقيقة نحن لازم نستطيع أن نقصي بلد مثل بيروت أو لبنان. يعني كي تشوف معظم الكتابات أو الترجمات المسرحية تأتينا من لا نقصي، يا قصدك لا نقصي، لأنه نقصي يعني ننزعها. نعم. أوكي. يعني كفي بها فيها. نعم، هي يعني احنا يعني كوطن واحد، يعني كوطن عربي واحد، يعني نجتمع يعني في عدة أشياء، في 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 هويتنا، في ثقافتنا، في حتى أنه كان هناك يعني تبادلات كبيرة، يعني كبيرة بين المثقفين والكتاب المسرحيين أو حتى المخرجين المسرحيين. كي مثلا كي نشوفوا احنا بكاراكالا، وين أنه كانت عنده عدة مشاركات هنا في الجزائر، يعني سواء في المسرح الغنائي أو المسرح الاستعراضي. يعني احنا يعني بيروت يعني او لبنان ما عرفش يعني. وانت بتعرف انه اول مسرحيه غنائيه كانت من اخراج الاخوه الرحباني اللي عملوها بموسم العز، ما جنب على بك بالثمانينات. نعم. يعني اغلب الشغلات الحلوه بتنطلق من عندنا، خاصه ما جنب على بك هيدا معروف. مثلا انا لما لقيت بعميد هيك كان بهيدا المهرجان قبل 5 سنوات. نعم. أستاذ جورج، تلقب بعميد الفن اللبناني، لو تحدثنا قليلا عن هذا اللقب. هو لماذا يعني لقبت به؟ هو يعني ما رح يرضي عليك شيء ولا هالأستاذ. أنا ما بحب الفن كتير، أنا شغلتي هي الكمانجة، بحب شغلة اسمها الكمانجة، هي حياتي وهي روحي. من وأنا كنت صغير بشتغل على الكمانجة. بس بيي هو أصلا جدي وديع الصافي الله يرحمه، توفى ب 2013 وأكتوبر 2013. يعني أنت حفيد وديع الصافي. حفيده بيي أنطوان صافي، وعمل معكم هني كتير شغلات هون مع. واش جورج راك طايح خشين اليوم؟ الأستاذ زيتوت آخر مرة كان معه بموضوع عمل هون. شو بدي أقول لك، العمادة هاي تقريبا وراثي. ما حبي أنه تطلع كلمة عميد من العائلة، لأنه إحنا بالعائلة شي 3-4 أشخاص أخذوا هالعمادة. بس بآخر مرحلة من 5 سنوات صار هنيك مهرجان، وأكبرت جدارتي بأسفل الكمان، وكنت من بين شي أكتر من شي 100 حدا هيك اسمه شخصي، أخذت هالاسم عن جدارة. ثاني شيء انك لازم تدعم دول بلدك وقت المحن، لانه كل حدا مرات بوقت المحن شو بيعملوا، ولا المحن يستغلوا هالاوضاع ليبينوا.
كيف يعني يستغلوا مثلا الأوضاع؟ انا شفت شغلات هيك تحت المظاهرات تبعكم، انك تسمع انه الحراك الجزائري هذا حراك سلمي وحراك مني وحراك أكيد حراك نعم حراك. نظن كان يعني بيقولوا هيدا اول حراك كله بالعالم، كان يشهد بسلميه الحراك الجزائري، لا كان يقولوا هيدا اول حراك بالعالم وهيدا لا. احنا ياما شفنا انتفاضات وياما شفنا تظاهرات وياما وياما، بس لما عشت يوم الحراك هيدا عرفت انه مو بهالقدر من السلميه، فهمتني؟ احترت احدى الجماعات هون عندكم، كانوا يومها غيروا من وزير ثقافة وجابوا وزير الثقافة. طلعنا هيك قلنا نروح نشوف هيدا الفن، هيدي الشغلة المنيحة اللي بالجزائر، المظاهرات تبعكم صارت عاشقة، كل حدا وحدا بيسرق، حدا بيضرب، حدا بيشتم، حتى انه انا لما كنت بتخيل صوت شغلي وهون شغل. لا 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 عن جد لا هذا بالله من تحت ندوخ من الانسان هذا. لا أوكي. ما شفت تلفزيون لكني كنت حاضره بصفتي صحفيه. انت اعلاميه، انا كمان شفت عيوني اختي، ما يعني ما تبليت عليهم ولا قلت لهم هيدي هيدي هيدي. اوكي رايكم شو بيتكلم؟ شوف والله انا اظن هو الراي لا يناقش، يعني كل واحد عنده رايه كيف يشوف التظاهرات. نعم. لكن انا نقول ولكن انا اشوف انه أي إنسان، أي شخص لا يستطيع أنه يتظاهر مثل الشخص الآخر، لأنه كان هناك معطيات وكان هناك مقاييس ومعايير ذاتية لتحتم عليه أنه تعطيله طريقة معينة. مثلا واحدة مثل هي الهدف واحد، مطالب كل واحدة والفن كل واحد، الفن كل واحد هي الهدف، صح بيختلف نوعه هيك بس حيكون كل الفن واحد. هو الهدف هو الشغل هون. أنت مثلا عملت شيء هيك مسرحي بوقت الحراك؟ انا مش ما عملتش مسرحيات في وقت الحراك. يعني احنا هون اول شيء هون مدعمت البلد تبعك، لانك انت كفنان كان فيك تعمل شيء لتبين حالك. ثاني شيء انه ناس طلعت في الحراك استغلت هالموقف لتبين حالها، عملوا مسرحيات وعملوا، بس هاي دول اخذوا حقهم و كيف اخذوا حقهم؟ يعني استرزقوا منهم، يعني يستغلوا هالوضع ليسترزقوا. هذه عندك أوكي. انا في الجزائر احنا عندنا طلعنا بالحراك كلنا. في ناس تطلع، انت مثلا كفنان هيك تطلع تسترزق من هالمرحله، شو بتعمل؟ يا اما تاخذ مثلا عندك مثلا ياخذوا هذه في بيروت، هذه لا مو في بيروت، احنا لما طلعنا كلنا. شوف الحراك اللبناني، شوف يعني الحراك اللبناني يعني كان يسترزقوا. لا شوف كان في الحراك اللبناني كانت شغله صغيره، يعني عملناها باكتوبر 17 اكتوبر 2019، كان ما كان متاخر، بس كانت عندنا مشاكل من النظام، هي عشان هيك ما بينا. بس لما عملناه كانت تظاهره فنيه، صار اللي بيطلع على التلفزيون واللي يطلع بالسينما يطلع، كان بالميدان صاروا بيرقصوا، صاروا بيغنوا، صاروا عاملين حفلات، عاملين كل شيء بالميدان. يعني هي تظاهره سلميه، فيك تقولي عليها تظاهره سلميه؟ هذا هو الحال اللي كان في الجزائر. لا لا انا حضرت جمعه من الجمعات، يمكن انت ما انت شايف جمعه او اثنين، بس يا خي البداية عندكم كان يدوب منيح منيح، بعدين خلاص راح الحراك عندكم، ما في حراك، صار يعني ما بعرف تصفية حسابات أو شغلات هيك، يعني ناس طلعت صاروا كأنه بيمثلوا هيك ويعملوا سينما وشغلات هيك. ما هو فنان كان هذه ربما هذه يعني ما كانش، ما عندكش أدلة واضحة لتبين لك هذه الأشياء. الدليل الوحيد شو هي عيونها؟ دليل إذا ما شافت العين ما تدري، ما أنا بسمع، أنا بشوف. شوف أنا نشوف أنا الفنان الجزائري، فنان الجزائري وطبيعة الفنان الجزائري مناضل. ما تناقشني بالفن لأنه الفن هون كتير معطر، خاصة في الجيل الجديد هاي عطر الفن، عطر الفن. يعني بتلاقي ناس جديدة هاي بوزوا الفن. كتير مرات بقولون إنه لا تجعلوا من الأغبياء مشاهير. يعني لا صديقتي، أنا رأينا نستصغر الجزائر ونستصغر الفنان الجزائري. لا نستصغر الجزائر على راسي ومواطن الجزائر على راسي وكل ما عاسفين الناس كبيرة هاي المسرح. بهذا بس نقول الأستاذ مسرح الوطني الجزائري، وإن هي اللي خذت الجائزة الأولى، يعني جائزة كيف أخذوها؟ كيف أخذوها؟ جائزة كيفش أخذوها؟ أنه كانت هناك عروض مسرحية، هو هذا المهرجان هذا. تعرف بدي أقول لك شغلة، يمكن استغلوا هالموقف، استغلوا هالشوف هون. اسمح لي نكمل، لا بدي أقول لك هالكلمة بس، اسمح لي نكمل، هاي الكلمة بس، اسمح لي نكمل لك هالكلمة بس، اسمح لي نكمل لك الفكرة تاعي، الفكرة تاعي نفس الوقت. لا كلمة بس، الأشياء صارت بـ 2019، يعني هاي صارت بـ 2019، هذه في 2020، في 2020، الجزائر
انا مؤخرا بشوف ان كان يمكن كانه عندكم واسطه، يعني بالكاس اخذتوا انتم، بالمسرحيات اخذتوا انتم، ليش هي ما بعرف كانه شفقه يعني هيك والله كانه شفقه، لا كان شفقه لاني ما بشوف كل هالفن يعني هون محرز هيدا فن محرز. طب اكتوبر تبعنا وكنا ننتج وكنا نعطي فن، حتى بالجزائر كاين فنانين انتجوا كليبات للحراك، كاين داروا مسرحيات، بس كثار ما راح اقول انه ما في فنانين، بس في ناس كثار منهم تبع فن يعني اغبياء وطلعناهم مشاهير هيك بس والله. لا لا لا. يعني لما انا ما سمحتش تستصغر الفنان لا الجزائري، ما بستصغر الفنان، الفنان الجزائري على راسي، سيد جمال قرمي قدم الكثير للمسرح، الفنان الجزائري على راسي ويمكن بينحسبوا على اصابع الايد. اوكي انت هلا هيدا اذا كان فنان انا ما بعرفه، وهلا مش لازم يمكن لا تروح يعني. لا تطلع عندنا على لبنان، المهم الجمهور الجزائري يعرفه هيك ما راح استاذ. المشكل الاساسي هو انه كاين هناك شكسبير هذا كيكتب عده مسرحيات okay. تعرف بالمسرحيه واحده من بعد قرا له عده مسرحيات okay. المشكل ماهوش في انك تكون معروف، قادر تكون نجم ولكن فارغ داخليا. صنعوك اشخاص وصنعوك يعني كاين هناك صناعيه، كاين هناك فنانين، كاين هناك فنان يعني. شوف احنا رانا هنا في الارض، انت هيك اسمح لي، انت هيك اسمح لي، لحظه اسمح لي اسمح لي، سواء كاين فن. انا خريج معهد العالي للفنون المسرحيه واستاذ، كنت استاذ في التكوين، وبركة راني عندي عدة مسرحيات بركيفة، عندي عدة مسرحيات بس هون بالجزائر ما انك معروف في الجزائر. لا الفنان اسمح لي، الفنان اسمح لي، اسمح لي، انت راك كل دول العالم، انت راك اسمح لي، الوطن العربي، انت راك خارج على الميدان المسرحي. لو كان جيت مسرحي، لا لو كان جيت مسرحي، انا لو كان تعرف الاسامي تاع انا مثلا بالفيولون درست عند الرحباني، اوكي عند الرحباني. لما تقولي لي فن قولي لي وردي، لما تقولي لي فن قولي لي وديع، لما تقولي لي فن قولي لي صبوحة، هيدا الفن. اوكي انا يعني ما بحب الفن الفنان لو حضر معنا، لا ما بحب الفن المعتر هيدا يعني، ليس بفن يعني. رجاء استاذ احترم الجزائر والوطن الجزائري والمواطن الجزائري وكل الجزائر، بس في شغل اسمه حرية رأي تعبير، وفيك تقدمي حرية تعبير بدون تجريح. لا مو تجريح، هي يعني حقيقة مبينه، هي حقيقة مبينه، ما فينا نخبي هيك الشمس بالغربال. أوكي. في اي ميدان تتحدث في كل الميادين. انا لما بحكي الفن احكي بصفه عامه، لما بحكي الفن احكي بصفه عامه. انت الاصدقاء نتاعك اللي تعرفهم هنا في الجزائر، سميت الاصدقاء اللي تعرفهم هنا. لا عندي لانك انت اعرف الكبار، اعرف الكبار مثلا احمد بن عيسى، يمكن احمد بن احمد بن عيسى استاذ، اسمح لي اسمح لي اسمح لي، هاي دول الفنانين اللي خرج لازم اتعرف عليهم. الممثل احمد بن عيسى قام في فن جزائري. شوف انت تكلمت على احمد بن عيسى، كي تكلمني على كاين هناك اسامي تاع فنانين كبار، اذا تتكلمني على مثلا الموجه الاخيره هذه اللي جاءت، وهذه الموجه التي اتت هذه، راهي الموجات هذه راهي في كل وطن، في كل البلدان العربيه. لا مثلا حتى عندنا بلبنان، حتى في لبنان، عندنا حتى في هاي الموجه يمكن اللي تحكي عنها. الموجه كاين هناك يعني، كاين هناك يعني فنانين يعني خاصه في التلفزيون ما عندهم حتى علاقه يعني. خلينا نحكي على الفن والسياسة وفنك وفني. نعم نعم، نرجع فقط الفكرة. تكلمنا عن الحراك في الجزائر ومدى مشاركة الفنان الجزائري فيه، يعني ربما الفنان كان عنده مطالب، جملة من المطالب. شوفي المطالب تاع أي فنان هو التغيير، ولكن بأسلوبه الخاص، أسلوبه نعم. الفني يعني يستعمل يعني إذا كان فن معتر ما في يعمل شيء. أستاذ رجاء خليه يكمل الفكرة دياله. الفن مرتبط بالسياسي أستاذ. أوكي لو بدك تطبق رئيس بعت له فناني. أوكي هيك لك تكلم تزيد كمل. إيه كيف كمل تكلم كفتي. لا زيد كمل تكلم، لا تكلم تزيد كمل. إيه من فضلك ما زيدش تقطع يعني، من فضلك لا لا بدي دوك نوجه لك يعني رح نرجع لك ونعطيك منا بالمدرسة ناخذ بالدور، رح نعطيك وقت كافي منا بالمدرسة ناخذ بالدور. هذا حوار انت لو بدك انت ضيف الجزائر واحنا ضيف تاعنا فوق راسنا. لا هي شغل مبين. انا كنت تستصغر الفنان الجزائري رجاء رح نختم مثل ما بحب انا يعني. اذا بدي ابقى هون بالجزائر، اذا بدي اطلع، اذا بدي احكي، اذا بدي اسكت، اذا بدي اروح، اذا بدي اجيب يعني مثل ما بدي انا. جمال هذه القرعه نتاع الماء الثالثه، جور شعل فيك النار وما حبيتش تبين لانه انا شغله كبيره. اوكي عباك تتكلم اني نحس بك انك عندك حب للجزائر. انا نشوفك انك تقول يعني. تقول انه لو كنت جزائري
لا ما في هالشغل. أنا الحمد لله أنا لبناني ومن أرزة لبنان وبفتخر أني من أرزة لبنان. جورج خرجنا يعني تماما عن الموضوع من فضلك، برحنا نكمل. يعني خلي الفن اللبناني وخلي كل شيء وعائلتي واسمي واجي للجزائر. لا ما بدي. كل حدا بيموت. لا الجزائر على راسي. كل حدا كل حدا يعني مدخلنا البلاطو قطعوا تعيشوا في المسرح. في المسرح في المسرح نقولوا كان حاجة. حنا الفعل احنا الجزائري وطبيعه الجزائري انه يشتغل. نعم. وما يستناش ما يستناش البهرجه وما يستناش لانه ما عنده اراده. انه يشتغل. ما عنده اراده. فن بدون شهره ما لانه 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 الجزائر طبيعه الجزائري طبيعه انه الجزائري طيب. احنا يعني كل الجزائر بدها تعمل هيك. فلسطين بدها تحرر فلسطين. وين هاي صلاح الدين الايوبي وما منه معروف حتى كيف بدك تعملي منه فن؟ بدك تعملي منه فن هلا انه منه معروف ومنه عامل حتى. شوف يعني حتى ما عنده اسم هيك بالوسط الفني العالمي. اوكي هيدا الفنان اللي يكون فنان. اللبنانيين والفنانين الشرفاء اللبنانيين يعرفون المبدعين الجزائريين ويعرفوا الحصان تاع اللبنانيين. نعرف الفنانين نعرف هالشيء. ربما الشخص اللي نحترمه الشخص هذا اللي راه قدام هذا ربما ما عندوش درايه بالفنان. لا لا انا بعرف الفن الجزائري ومساله الاحترام يعني راح نكمل الحديث من فضلك. لازم نشرح شوفي كيف يتحدث او يعرف مليح بلي انه عندنا فن في الجزائر. يعرف انه كاين هناك فن جزائري. يعرف هنا كاين انتاجات سينمائيه. مخرج يعرف كاين راهو يتكلم مخرج انكم يعني تشغلوا او تعملوا عليه منين لكن وجاي استفزك الفنان يعيطوا الفنان اللي كان انا ما كاينش واحد في الوسط الفني اللي راهو لا ما كاينش واحد اللي راهو كاين. انا شوف عندي حاجه تتكلم من غض وصبح. لا يمكن لانك يمكن لانك تمثل انك تتحكم بهالشيء. يعني عادي انت ممثل وحييك على هالشيء. اوكي بس نختم النشره بدك تعملي له فنان هو منه فنان. خليني احكي شغله انت مقدمها للفن. شوف انت هدف بتاعك حاب تصحى. لا ما عندي هدف. انا ما عندي هدف. انا جاي لهون لانتقد وناقش واحكي كانسان كاولا كعميد ثانيا كنائد ومحلل سياسي ثقافي. اوكي اساليني على الحراك. اوكي اساليني على الحراك عندنا بلبنان شو صاير. احنا الحراك شو مطالبنا. مطالبنا كانت لما زادوا بالرسوم على مكالمات واتساب والشغلات هيك. لا هو اللي مستولي استاذ على الجلسة. هو المستولى هو اللي راهو كانه هو الكابيتان راهو الكابيتان تاع الجلسة. يعني انا جورج بدي اقول لك هالمثل. احتلنا يا ارعى منين بدنا نبوسك سيد جمال. وبمثل ثاني جمال احنا نحبوك ونعزوك. هذه ما كانت غير كاميرا كاشي المنجل. كما شفنا مشاهدينا كان معنا الفنان المسرحي القدير والكبير والمعروف مو مثل ما قال جورج انت كبير غصب عنه كمال قرمي. وكانت ردة فعل تاعه كثير 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 نحيو سيد جمال قرمي اللي كان اليوم صراحة يعني كان ككل الفنانين الجزائريين بقلبه الطيب وبشجاعته وخاصة أنه دافع عن الجزائر بكل روحه. تفضل جمال. شوف أنا نقول أولا نقول رمضان كريم لكل الشعب الجزائري عامة واللبناني خاصة ولبناني خاصة لبنان حتى لبنان احنا نحبوا لبنان نحبوها يعني كثير وعندنا أصدقاء كثر في لبنان. والمبدعين الجزائريين عاش المسرح وعاش الفن الجزائري. كان معنا هذا الفنان المسرحي جمال القرمي. وصلنا إلى نهاية هذا العدد. خليكم معنا في المنجل نتلاقاو في عدد جديد معي مع أنا محمود عبد العزيز سارة عبد اللي مع ضحية أخرى. صح فطوركم. قلنا خاين الحيرك يا ودرناها بالعاني كاميرا المنجل معاك جورج تكاكي وسوس فيك وطايح لك لبنان.